لم يكن موقف الجامعة العربية الأخير بإزالة تصنيف حزب الله عن لائحة الإرهاب عادياً، فهو أثار حفيظة الخصوم في الداخل قبل الخارج. دول عربية أعضاء طالبت بالاستيضاح، الخارجية الأمريكية ردت بنفي الأسباب الموجبة واعتبرت أن وقت المساومة انتهى وحان الوقت لوقف إطلاق النار. ردود الأفعال الرافضة سرعان ما قوبلت بتراجع مساعد الأمين العام حسام زكي قائلاً إن تصريحاته السابقة فسرت في غير سياقها الصحيح، وإن التحفظات على سلوك وسياسات حزب الله ما زالت قائمة داخليا وأقليميا. إذن المشهد الأقليمي لا سيما انفتاح الجامعة العربية على حزب الله بعد قطيعة دامت لثماني سنوات، وهل فعلا بدأت إعادة خلط الأوراق ومرحلة ترتيبات ما بعد الحرب في غزة في بيروت؟